الفصل السادس: الوهم الأندلسي، حميم الحنين السحري. تمهيدات ضرورية: بانكسار مرير ونبرة ساخرة ساحرة التلويح، يشير الشاعر محمود درويش في معلقته المعاصرة مديح الظل العالي إلى التعلق العجيب والوجد الآسر لنفوسنا بسبب ضياع الأندلس من أيدي ملوك الطوائف المسلمين قبل 500 سنة، كما يلمح إلى بلاهة الحنين السحري للزمن الأندلسي الفائت، وكيف يفوت علينا الانتباه إلى ما يضيع الآن من بين أيدينا. يقول: قصب هياكلنا، عروشنا قصب، في كل مئذنة حاو ومغتصب، يدعو لأندلس إن حوصرت حلب. والعجيب هنا أن الشاعر يوم كتب قصيدته هذه المروعة أثناء حصار إسرائيل لبيروت لم يكن يخطر بالبال أن تحاصر حلب بالفعل، مثل ما هي محاصرة اليوم تحت أنظار الجميع، ليس بجيش الصليبيين أو الإسرائيليين الجدد، وإنما بجيش سوريا النظامي الذي يأتمر برغبات الأسد الذي ينهش منذ شهور طوال فراشات الحرية ولن يشبع أبدا. وبعيدا عن المأساة السورية الحالية، فإن الحنين العربي الإسلامي للزمن الأندلسي صار مع الوقت كأنه أيقونة مغلقة الإطار على ذاتها وجاهزة دوما للتوظيف الدعائي، وكثيرا ما تبلغ البلاهة بالبعض منا إلى الحد الذي يحدو بأحلامهم إلى استرجاع الفردوس الأندلسي المفقود واستجلاب الأسى والحسرة على أفول الأفق العربي الإسلامي من سماء الأندلس من دون معرفة حقة بطبيعة هذا الأفق الأندلسي وكيف كان ابتداؤه وانزواؤه في تلك الأرض المسماه اليوم شبه جزيرة أيبيريا، وكان العرب القدماء يعرفونها باسم واحد هو الجزيرة. ولعل هذا الفصل يلقي أضواء كاشفة على هذا الزمن الحلم وما جرى مبكرا من نزوح العرب المسلمين الفاتحين إلى تلك النواحي التي استكمل بها المسلمون فتوحات مصر وساحل إفريقيا أي تونس، وما وقع خلال ذلك من حوادث شائقة وكاشفة. زرت إسبانيا مرتين، الأولى بدعوة من الملكة صوفيا لأشارك معها في افتتاح الجناح الكبير الذي أقيم في المكتبة الوطنية الإسبانية بمدريد احتفالا بافتتاح مكتبة الإسكندرية وعودتها للحياة بعد قرون طوال من اندثارها وتدميرها على يد المتعصبين دينيا في بداية القرن الخامس الميلادي. وقد كانت الملكة صوفيا من أهم الشخصيات العالمية التي تحمست لبعث المكتبة لأنها من عشاق مدينة الإسكندرية وتاريخها، وهي من ناحية ابنة آخر ملوك اليونان وللإسكندرية وجه يوناني، ولأنها من ناحية أخرى نشأت في هذه المدينة وتخرجت في مدارسها. في هذه الزيارة الأولى دعيت إلى زيارة الدير الملكي الإسكوريال الذي يحتفظ ب3000 مخطوطة عربية نادرة، فكنت من القلائل الذين دخلوا دهاليز الدير وخزائن المخطوطات المحفوظة فيه. كما دعيت في تلك الزيارة إلى جولة خاصة في المكتبة القومية الإسبانية بمدريد، فكنت من المحظوظين الذين أخرج لهم مدير المكتبة من خزانة عتيقة قصة الألف بخط مؤلفها الشهير، وعرفت يومها من مدير المكتبة أن النسخة الكاملة من مخطوطات دير الإسكوريال التي أهدتها الملكة صوفيا لمكتبة الإسكندرية هي النسخة الوحيدة في العالم، حتى إن المكتبة القومية الإسبانية ذاتها
ليس لديها نسخة مما لدينا اليوم بالإسكندرية. ثم كانت زيارتي الأخرى لإسبانيا بدعوة من عمدة مقاطعة أليهانتي الساحرة لأشارك في افتتاح الميدان الذي أقاموا فيه النصب التذكاري التمثال الكبير للعالم العربي والصيدلاني الشهير ابن البيطار الذي ترك لتاريخ العلم الإنساني مجموعة أعمال في الطب والصيدلة أشهرها كتابه الجامع لمفردات الأغذية والأدوية، وقد كان مولده قبل 800 عام بتلك الناحية التي لا تزال تتذكره وتحيي ذكراه التي نسيها الناس في بلادنا. وخلال الزيارتين بدأت أعيد النظر في تصورنا نحن العرب والمسلمين للمرحلة الأندلسية من تاريخ إسبانيا، ففي المرتين رأيت صورة صادقة من اعتزاز الإسبان المعاصرين بالزمان العربي الإسلامي في الأندلس، وشاهدت كثيرا من العمائر والآثار الباقية إلى اليوم من ذاك الزمان، وعرفت أشياء كثيرة، خاصة أن الزيارة الأولى صحبني فيها دكتور محمد أبو العطا الذي كان آنذاك مستشارا ثقافيا لمصر في إسبانيا، وهو خبير باللغة الإسبانية ومترجم بارع لنصوصها إلى اللغة العربية. وفي الزيارة الأخرى صحبني الدكتور محمود علي مكي الذي يعد اليوم أهم متخصص في التاريخ الأندلسي على مستوى العالم، فكان الصاحبان في المرتين خير من ينطبق عليهم قولهم الرفيق قبل الطريق. وقد لاحظت أثناء الزيارتين تشابها شديدا بين العرب والإسبان، خاصة في الجنوب القريب من المغرب، حتى إنهم يقولون هناك لو حك الإسباني المعاصر جلده لظهر تحته الجلد العربي، فإذا لم يتكلم أحدهما لغته الخاصة فإنك لا تستطيع تمييز الشخص العربي من الإسباني، والتشابه بينهما لا يقتصر على تلك الملامح الشرقية لكليهما ولا يتوقف عند الصيحة التي يطلقها كل منهما إذا اشتد انفعاله، حيث يتنهد العربي المعاصر قائلا الله عند مشاهدة لوحة فنية أو منظر جميل، والإسبان المعاصرون يتصايحون أوليه عند كل حركة لافتة في حلبات مصارعة الثيران بعد تحريف طفيف للكلمة العربية. لكن الأمر لا يقف عند هذه التشابهات الظاهرية، فالصلة بين العرب والإسبان تتعدى ذلك إلى تشابه أعمق في الشخصية العامة، الروح الباطنة، التكوين الثقافي، التراث المشترك وغير ذلك من أوجه الشبه الذي ترسخ عبر قرون طوال، فلم تستطع القرون الخمسة الأخيرة، قرون العزلة، أن تفصل العرب عن الإسبان وأن تمحو من بنية الإسباني المعاصر هذه الجينات الوراثية والثقافية. ومع أن إسبانيا تقع جغرافيا في نطاق القارة الأوروبية، إلا أنها مع ذلك تبدو كما لو كانت امتدادا طبيعيا لبلاد المغرب العربي التي لا يفصلها عنها إلا مضيق جبل طارق، أو بالعكس تبدو بلاد المغرب كامتداد للأرض الإسبانية التي فصلتها عنها في الأزمنة السحيقة الزلازل التي سمحت لمياه المحيط بالدخول إلى المنطقة المسماها اليوم البحر المتوسط، أي المتوسط بين جماعات وشعوب العالم القديم. وقد لعب التاريخ كما لعبت الجغرافيا دورا مهما في التقريب بين العرب والإسبان، وهو الأمر الذي نجحت السياسة في القضاء عليه، وهي على كل حال مسألة كثيرة الوقوع، فلا طالما نجحت السياسة في فصم المتصل الجغرافي والتاريخي بين البلاد والعباد. وللعرب والإسبان، أو بالأحرى للعرب الإسبان أي الأندلسيين، قصة إنسانية مجيدة استمرت زمنا طويلا في نطاق الثقافة البحر أوسطية،
وأثرت في تاريخ الحضارة الإنسانية أثراً ملموساً، وهي أيضاً قصة مليئة بالمزعجات والمبهجات. فقد دخل العرب المسلمون إلى إسبانيا سابحين في بحار من الدماء، وخرجوا منها يخوضون في أنهار من الدم. وما بين بحار الدم وأنهاره عاشت إسبانيا زمناً أندلسياً بديعاً لا تزال أطيافه تلوح في خيال المعاصرين كما يلوح باقي الوشم في ظاهر اليد. يرتبط دخول العرب المسلمين إلى شبه جزيرة أيبيريا أي إسبانيا والبرتغال بحكاية خرافية لا تخلو من الطرافة وإن كانت تفتقر إلى المصداقية، وهي الحكاية المشهورة التي تقول إن طارق ابن زياد عبر من المغرب إلى إسبانيا بجيش إسلامي قوامه 7,000 مقاتل سنة 93 هجرية أي 711 ميلادية، وقد أحرق السفن التي عبر بها المضيق الذي سمي باسمه لاحقا، ثم قال لجنوده أين المفر؟ العدو من أمامكم والبحر من خلفكم، وهي الحكاية الأسطورية اللطيفة التي يهواها معاصرون ولا يكفون عن ترديدها، مع أننا سنرى أنها محض حكاية طريفة لا تصلح إلا لتسلية الأطفال. وقبل الدخول إلى الأفق الأندلسي على أجنحة التأريخ الحقيقي للوقائع والفهم العقلاني العميق لها، دعونا نتوقف قليلاً أولاً عند معاني الكلمات المشهورة المرتبطة بهذا الموضوع مثل أندلس، إسبانيا، قوط، بربر، غزو، فتح، لبيان دلالاتها المحددة تلافياً لفوضى الفهم واضطراب التصورات حول هذه المرحلة المهمة من التاريخ المشترك بين العرب والإسبان. وفي ذلك نقول كلمة الأندلس التي أطلقها العرب على شبه جزيرة أيبيريا هناك تفسيرات عديدة لها، بعضها خيالي مضحك مثل قول بعض المؤرخين العرب إنها سميت بذلك نسبة إلى رجل يسمى أندلوش كان يسكنها في الزمن القديم، أو نسبة إلى أحد أحفاد نوح هو الأندلس ابن يافث ابن نوح، ولكن الأرجح هو أن الكلمة العربية أندلس مأخوذة من اللفظ الدال على البلاد آنذاك وهو فاندالوسيا أي بلاد الوندال، وهو اسم القبائل التي كانت تعيش هناك قبل مجيء العرب المسلمين. وأما كلمة إسبانيا فقيل إنها نسبة إلى ملك اسمه أشبان، وقال بعض المؤرخين بل كان اسمه أصبهان فوقع فيه التحريف. وليس عندي قول راجح في سبب هذه التسمية، ولكن الأقرب عندي مأخذا هو الأصل الفينيقي للتسمية التي تعني حرفيا في اللغة الفينيقية جزيرة الأرانب، لأن المكان كان مليئا بها أيام اتخذها الفينيقيون مستعمرة. أما تاريخ وتسمية القوط فأمران يعودان إلى زمن مبكر، حيث وقعت حروب بين الرومان وتلك القبائل التي عاشت في جزيرة أيبيريا، واستطاعت في بداية القرن الخامس الميلادي أن تقتحم أسوار روما المنيعة، لكنها ما لبثت أن تراجعت عنها وعادت إلى موطنها الأصلي، وظلت تحكمها حتى جاء إليها العرب المسلمون بدعوة من أحد ملوك القوط حسب ما سنرى لاحقا. والبربر هو اسم سكان شمال إفريقيا خاصة المغرب عند وصول العرب المسلمين إلى هناك، وهم قبائل كثيرة من أشهرها قبيلة زناته. أخيرا فإن الغزو هو الاقتحام العسكري، أما الفتح استقرار الغازي في البلاد وسكناه فيها جيلا بعد جيل. كان الغزو
أو الفتح العربي الإسلامي لإفريقيا امتداداً لفتح أو غزو مصر. فبعدما استقرت الأمور المصرية بيد عمرو بن العاص، خرج من الإسكندرية غرباً بجيش قليل العدد والعدة ليفتح المدن الخمسة الغربية أي ليبيا، فغزاها، لكنه لم يفتحها ويستقر فيها. وبعد 5 سنوات خرج أمير مصر عبد الله بن أبي سرح إلى إفريقيا أي تونس فاتحاً على رأس جيش قوامه 40,000 محارب. وهنا لابد لنا من وقفة أمام دلالة هذا العدد مقارنة بعدد الجيش الذي خرج مع عمرو بن العاص لفتح مصر، وهو 3,500 وقيل بل 4,000. إذ يأتي بداهة هذا السؤال: كيف يدخل المسلمون صحراء إفريقيا الخالية نسبيا بالمقارنة مع مصر بهذا الجيش الجرار، بينما كان الجيش الإسلامي الذي خرج إلى مصر غازيا لا يزيد عدده على 10% من مجموع الجيش الذاهب لغزو الصحراء الخالية، علما بأن جند روم كانوا يتحصنون بقلاع مصر والإسكندرية، وكان عددهم بحسب التقديرات المختلفة يتراوح ما بين 40,000 و100,000 مقاتل. بعبارة أخرى، هل من المنطقي في زمن الفتوح أن يخرج المسلمون إلى ساحل إفريقيا بجيش قوامه 40,000؟ وهل من المنطقي أن يحاصر المسلمون بلدة دمشق 4 جيوش كاملة؟ وهل من المنطقي أن يفتح المسلمون العراق بعد حروب طاحنة قتل فيها من الجانبين الألوف؟ ثم يكون من غير المنطقي أن يشرع عمرو بن العاص فتح مصر بهذا الجيش القليل الذي جاء معه. من هنا نقول إن علينا النظر إلى وقائع فتح مصر من زاوية أخرى غير تلك التي تقدمها لنا الكتب المدرسية. اختلاف التسمية وتسمية المخالفين. عندما علم الله آدم الأسماء كلها بحسب ما جاء في القرآن الكريم من غير إشارة إلى ما هي اللغة التي جاءت منها هذه الأسماء، كان ذلك فيما أرى نوعا من الانتقال بالأشياء المعلومة من حالة الوجود الحر غير المرتبط بالوعي وغير المقيد بالإدراك إلى حالة الحضور في الذهن الإنساني وتقييد الشيء بالاسم داخل نطاق الإدراك الإنساني. فالتسمية هي شهادة إثبات للموجود، ولنقدم على ذلك أمثلة توضيحية. في السماء أجسام سابحة في الكون اللانهائي، منها ما ندركه ونعطيه اسما، القمر، الشمس، عطارد، فيصير موجودا في الخارج وفي أذهاننا، ومنها ما لا ندركه فلا نعطيه اسما محددا فيصير كأنه غير موجود أو هو في مرتبة وسطى بين الوجود والعدم. ولذلك فإن في سيناء مثلا جبالا كثيرة، لكننا خصصنا جبلا منها باسم جبل موسى وجبلا آخر باسم جبل الربة وهكذا، وما لم نعطيه اسما فهو مجرد جبل ليس له مستند وجود في وعينا حتى نعرفه بذاته ونميزه باسم من الأسماء، فنخرجه بذلك من التأرجح بين حالتي الحضور الفعلي والانعدام الذهني. واختلاف أسماء وصفات المواضع والجماعات من المشكلات المشوشات للإدراك التي من شأنها أن تحدث ارتباكا في الوعي، سواء بالنسبة للناظر في التاريخ أو للمتأمل في الواقع. فالكثير منا على سبيل المثال لا يعرفون أن بيزنطة التي تنسب إليها مرحلة مهمة من التاريخ أي العصر البيزنطي هي ذاتها مدينة إسطنبول الحالية، وهي أيضا الأستانة والقسطنطينية وإسلامبول وإسطنبول. والبلدة المصرية التي وقعت عندها أولى المواجهات العسكرية بين جيش عمرو بن العاص القادم لفتح مصر والجيش البيزنطي جيش الروم لها 3 أسماء مختلفة. فالروم يسمونها باسمها اليوناني بيلوز، والعرب الفاتحون يسمونها الفرما
بينما سكان مصر يعرفونها باسم البرمون. ونهرنا المسمى في التوراة نهر مصر الكبير اسمه عند العرب النيل، وهي تسمية مشتقة من الاسم اليوناني نيلوس، بينما كان سكان مصر القديمة لا يعرفون له إلا اسم يارو. في هذه الحالات ومثيلاتها، إذا غاب عن أذهان بعضنا أن هذه المسميات المتعددة هي لمسمى واحد، أدى ذلك إلى تصور وهمي بوجود ما لا يوجد، بمعنى أن هؤلاء سوف يتصورون أن هذه مدينة غير تلك، أو أن ذلك النهر غير ذاك. وفي هذه الحالات ومثيلاتها يكون اختلاف التسميات بسبب اختلاف اللغات سبب في ظهور أسماء مخايلة وغير دقيقة، مثل ما هو الحال حين نسمي المنطقة الأثرية الواقعة جنوب الأردن البتراء، وهي كلمة عربية تبدو فصيحة لكنها في واقع الأمر تعريب للكلمة اليونانية بترا التي تعني الصخر، وهو أنسب الأسماء لهذه المنطقة الصخرية التي حفر فيها الأنباط بطون الجبال وجعلوها عاصمة لهم منذ القرن الأول الميلادي. أما اسمها العربي الفصيح فهو سلعة، وهي تسمية أصيلة لكنها غير مشهورة. والبعض من العرب يسميها الحجر، ويقال إنها الموضع المشار إليه في القرآن الكريم باسم الكهف والرقيم. ومن أسباب اختلاف التسميات الأسماء الواصفة التي يطلقها المخالفون على بعضهم البعض، كأن يسمي المسلمون ما سبقهم زمنا باسم الجاهلية، ويسمون أهل قريش باسمهم الإسلامي الكفار، بينما كانت قريش تطلق على النبي وعلى أصحابه تسميات لا يعرفها الناس اليوم، وليس من اللائق أن نذكرها هنا. وبالمثل كان المسيحيون الذين يرون أنهم أصحاب الإيمان القويم يسمون مخالفيهم هرتقة، وكان اليهود يسمون غيرهم الأمم، بينما يجعلون لأنفسهم أسماء وصفات من نوع أبناء الله، وهو الاسم الواصف الذي أطلقه المسيحيون أيضا على أنفسهم أبناء الرب. وقد رد القرآن الكريم على كليهما بقوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وفي حالات كثيرة يتطابق اسمان أو أكثر للشيء الواحد في اللغة الواحدة، مثل ما هو الحال في قولنا المغول والتتار على الجماعة نفسها، أو نقول الفاطميون والعبيديون على الدولة ذاتها، أو نسمي الموضع المشهور الآن بالقاهرة حصن بابليون، وهو الموضع ذاته الذي كان يسمى القصر، وكان العرب الفاتحون لمصر يسمونه باب إليون. وفي زمن الفتوح كانت المنطقة المسمى اليوم ليبيا تسمى المدن الخمس الغربية، أي الواقعة غرب الإسكندرية، وكانت تونس تسمى إفريقيا، وكان ما يقع غربها من الأرض الواسعة التي تسمى اليوم الجزائر يشار إليها باسم المغرب. أما المملكة المغربية التي نعرفها اليوم فكانت تسمى المغرب الأقصى، لأنها أقصى ما يقع إلى جهة المغرب، أي إلى جهة المغرب من دمشق، عاصمة الخلافة الإسلامية آنذاك دمشق. وقد ساد الاعتقاد قديما بأن المغرب الأقصى هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه الناس، ولذلك فإن الفاتح المسلم عقبة ابن نافع الفهري بعدما استكمل فتوح المغرب حتى وصل إلى البحر المحيط دخل بحصانه إلى بحر الظلمات، أي المحيط الأطلنطي، حتى بلغ الماء رقبة حصانه وقال أنا ذاك هناك، اللهم إني أشهدك أنه لا مجاز أي لا عبور
ولو وجدت مجازاً لجزت. وكانت النواحي المغاربية الشاسعة الممتدة من ليبيا إلى تونس إلى الجزائر إلى المغرب مسكناً لمجموعة من القبائل الكبرى التي من أشهرها زناتة، هوارة، كتامة، غمارة، جراوة، سنهاجة، وهي القبائل التي سيدخل أفرادها الإسلام بعد حين، ويكون لهم دور كبير في تاريخ الإسلام بإفريقيا وتاريخ الفاطميين بمصر. وكانت شبه جزيرة أيبيريا المسمى اليوم إسبانيا والبرتغال وما يقع إلى الشمال منهما فرنسا بلاد غالا تسمى جميعاً بلاد القوط وبلاد الوندال، وكلتاهما القوط والوندال من الجماعات التي نزحت من شمال أوروبا إلى جنوبها واستقرت فيها، ويقال إنهما في الأصل جماعة واحدة. وكان الرومان يسمون القوط والوندال البرابرة، بينما كان العرب يسمون قبائل شمال إفريقيا البربر. وقد استقر البرابرة في القرون الميلادية الأولى بإسبانيا، واستطاعوا بمعاونة البربر أن يدكوا حصون المدينة العظمى روما في بداية القرن الخامس الميلادي، واقتحموها، ثم عادوا إلى بلادهم وقد صاروا فيها أعزاء مرهوبي الجانب مسيحي الديانة على المذهب الأريوسي. كان أريوس قد نفي إلى إسبانيا وطاب له المقام هناك بأحد أديرتها، وهو الأمر الذي سيقرب لاحقا بينهم وبين المسلمين، لأن العقائد الأريوسية قريبة لاهوتيا من المعتقدات الإسلامية. ولما ورثت بيزنطة القسطنطينية أو إسطنبول الحكم من روما صار الرومان يسمون الروم. إشارة: التميز بين أولئك وهؤلاء زمني وعقائدي، ففي الفترة السابقة على استقرار الكرسي الإمبراطوري في العاصمة الجديدة بيزنطة سنة 328 ثم دخول أهل الإمبراطورية في الديانة المسيحية تباعا، كان الاسم المشار إليهم هو الرومان، ثم صار بعد ذلك الروم. فرضت بيزنطة سلطانها على بلاد غالة أي فرنسا، وعلى بلاد الوندال أي إسبانيا، وعلى شمال إفريقيا أي بلاد المغرب، وبقي الحال هناك مستقرا إلى حين، حتى ضعف سلطان بيزنطة وتراخت قبضتها على الأطراف البعيدة، فصارت النواحي الإسبانية والبرتغالية بيد أمراء وملوك الوندال الذين سيطروا أيضا على نواحي الجزائر والمغرب، وعاثوا فيها حسب ما يقول المؤرخون فسادا وظلما وقهرا لسكانها. والمتأمل في وقائع ذاك الزمان يلاحظ أن انتشار المسيحية واستقرارها كان نكبة على اليهود، فالمسيحيون ينظرون إلى اليهودية باعتبارها مقدمة لديانتهم أو عهد قديم لم يعد لها بعد ظهور بشارة المسيح أي العهد الجديد مبرر للوجود، فضلا عن الاعتقاد المسيحي الجازم بأن اليهود هم الذين سلموا السيد المسيح لرومان ليصلبوه، وبالتالي فهم أسوأ الخلق أجمعين. ومن الناحية الأخرى يرى اليهود أن المسيحيين ليسوا على شيء ويعيشون على الخرافات، لأن المسيح أو المسيح المنتظر لا يزال منتظرا ولم يأتي بعد إلى هذا العالم ليجعل اليهود ملوكا على الناس. إشارة من ألقاب المسيح ملك اليهود. وبالتالي توترت العلاقة دوما بين أولئك وهؤلاء، وكان الحال يجري دوما على المنوال ذاته، كلما قويت الدولة المسيحية واستقوى الأساقفة عن اليهود من الاضطهاد، وهو الأمر الذي بلغ غايته قبيل انتشار الإسلام، إذ أصدر الإمبراطور البيزنطي هرقل في حدود سنة 630 ميلادية مرسوما إمبراطوريا يقضي بإجبار اليهود على اعتناق المسيحية، وإلا صارت دماؤهم مباحة لمن يريد قتلهم،
وقد قتل من اليهود آنذاك عشرات الآلاف، وفر الباقون من عاصمة الديانة اليهودية أورشليم التي صار اسمها في القرون الستة الأولى للميلاد إيليا، وأصبحت عاصمة روحية للمسيحيين قبل أن يشتهر اسمها العربي القدس أو بيت المقدس، المأخوذ من صفتها العبرية بيت هميقداش، وتصبح عند المسلمين مدينة مقدسة، أولى القبلتين والثالث الحرمين الشريفين. وكان كثير من اليهود قد فروا من هذا العذاب والقتل والقهر الديني إلى أبعد المواضع من قلب الدولة المسيحية قبل انتشار الإسلام، فسكنوا من جهة أواسط آسيا ومن الجهة المقابلة أقاصي المغرب والأندلس، لكنهم لم يسلموا مع ذلك من الاكتواء بالويلات التي يثيرها التعصب الديني. ففي عصر الملك الإسباني سيزبوت جرى ما يقصه علينا العلامة دكتور محمد عبد الله عنان بعبارة مؤثرة حين يقول في الفصل الثاني من الجزء الأول من موسوعته دولة الإسلام في الأندلس، منصه: كان يهود الجزيرة أي إسبانيا كتلة كبيرة، لكنهم كانوا موضع البغض والتعصب والتحامل، يعانون أشنع ألوان الجور والاضطهاد، وكانت الكنيسة منذ اشتد ساعدها تحاول تنصير اليهود وتتوسل إلى تحقيق غايتها بالعنف والمطاردة. وفي عصر الملك سيزبوت فرض التنصير على اليهود أو النفي والمصادرة، فاعتنق النصرانية كثير منهم كرها ورياء سنة 616 ميلادية، ثم توالت عليهم مع ذلك صنوف الاضطهاد والمحن، فركنوا إلى التآمر وتدبير الثورة، وتفاهموا مع إخوانهم يهود المغرب على المؤازرة والتعاون. ولكن المؤامرة اكتشفت قبل نضجها في عهد الملك إيجيكا، فقرر معاقبة اليهود باعتبارهم خوارج على الدولة ومرتدين عن النصرانية، فنزع أملاكهم في سائر الولايات الإسبانية وضمها إلى ممتلكاته، وشردهم وجعلهم عبيدا للنصارى إلى الأبد، لا يسمح لهم باسترداد حريتهم، وأمر بتحرير عبيدهم من النصارى، ونزع أبنائهم منذ السابعة لتربيتهم على دين النصرانية، وقرر ألا يتزوج عبد يهودي إلا بجارية نصرانية، ولا تتزوج يهودية إلا بنصراني. وهكذا عصفت يد البطش والمطاردة باليهود أيما عصف، فكانوا قبيل الفتح الإسلامي ضحية ظلم لا يطاق، وكانوا كباقي طوائف الشعب المهيضة البربر والأريوسيين يتوقون إلى الخلاص الذي لاح من ناحية المشرق. وقد بدأت الغزوات الإسلامية للشمال الإفريقي عقب فتح المسلمين لمصر، إذ غزا عمرو بن العاص السحراء الليبية أولاً، ثم غزا عبد الله بن أبي سرح تونس، وقتل حاكمها الأسقف العسكري غريغوري، وغنم من هناك غنائم كثيرة، وانشغل المسلمون حيناً من الدهر فيما بينهم بسبب النزاع بين الإمام علي بن أبي طالب والأمير معاوية بن أبي سفيان، ودارت بين المسلمين حروب آل السلطان بعدها لمعاوية بن أبي سفيان الذي حرص على توريث الحكم لأول مرة في تاريخ الإسلام، فأورث العرش لابنه يزيد الملقب عند بعض المؤرخين الفاجر. وقد ورد في الحديث الشريف أن الله قد ينصر هذا الدين الإسلام بالرجل الفاجر. حرب الكاهنة وثورات البربر. لا يمكن الكلام عن دخول المسلمين إلى الأندلس بمعزل عن السياق التاريخي والأحداث الكبرى التي جرت على الساحة الدولية في ذاك الزمان. وقد أشرنا إلى أن فتوح الشمال الإفريقي والأندلس من بعد بدأت بغزوتين للأراضي الليبية وتونسية قام بهما تباعا
عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي السرح، وكان القتال في الغزوتين يدور بين العرب والروم، العرب المسلمين والروم المسيحيين أي الملكانيين. ولم تكن القبائل المنتشرة في شمال إفريقيا قد دخلت بعد في المواجهات العسكرية النظامية، وقد كان من المفترض أن تنشط حركة الفتوح بعد سنة 34 هجرية، لأنها السنة التي انتصر فيها المسلمون على الروم في الموقع البحري المسمى من كثرة صواري السفن المشاركة في القتال ذات الصواري، غير أن اندلاع الخلاف على خلافة المسلمين بين الإمام علي بن أبي طالب رجل الدين ومعاوية بن أبي سفيان رجل الدولة سنة 35 هجرية أدى إلى توقف تام لحركة الفتوح شرقا وغربا، بل أدى إلى ضياع بعض البلاد من يد المسلمين ومنها تونس التي كانوا يسمونها إفريقيا. وبعد 5 سنوات من مقتل الإمام علي سنة 40 هجرية غدرا على يد الخوارج وفشلهم في اغتيال معاوية بن أبي سفيان الذي صار آنذاك خليفة للمسلمين أو بالأحرى ملكا يتوارث بنوه الحكم من بعده، عادت مع سنة 45 هجرية حركة الفتوح إلى سابق عهدها، فقام معاوية بن خديج بغزو ليبيا واستطاع أن يهزم جيش الروم هناك، وقام عبد الله بن الزبير بن العوام بفتح سوسة وما حولها، وصار على المسلمين أن يتقدموا لفتح بقية الشمال الإفريقي بحرب الروم والبربر معا. وبالمناسبة يرى بعض المؤرخين أن البربر هم في الأصل قبائل عربية هاجرت من الجزيرة العربية أو هجرتها بسبب الكلأ الشحيح ونزحت غربا حتى حطت بها يد الترحال في تلك النواحي النائية، لكن هذا الرأي فيما أرى يفتقر إلى الدلائل المؤكدة له. المهم أن المسلمين استكملوا فتوحاتهم غربا، وهو الأمر الذي قام به عقبة ابن نافع الذي وصل إلى أقصى المغرب الأقصى أي المملكة المغربية حاليا، وأوقفه المحيط الأطلنطي عن التقدم غربا، وكان البربر قد بدأوا الدخول في دين الله أفواجا، غير أن زعيما منهم اسمه كسيلة ابن لمزم ارتد عن الدين الجديد وجمع جيشا حارب به المسلمين وانتصر عليهم سنة 62 هجرية وانتزع من أيديهم القيروان وقتل عقبة بن نافع، غير أن الجيش الإسلامي بقيادة زهير بن قيس عاد للكري على البربر وهزمهم سنة 69 هجرية واسترد منهم القيروان وقتل كسيلة ابن لمزم. ومن بعد ذلك كانت حروب أخرى تنتظر المسلمين في الشمال الإفريقي وبلاد المغرب، أهمها حرب قرطاجنة وحرب الكاهنة. استغل الإمبراطور البيزنطي توغل المسلمين غربا ودعم عامله الرومي حاكم قرطاجنة بأسطول كبير من جزيرة صقلية، فاجتاح الجيش الرومي منطقة برقة وقطع الطريق بين عاصمة الخلافة الإسلامية دمشق وجيش المسلمين الذي كان قد توغل غربا، واضطر القائد المسلم زهير للعودة شرقا للدفاع عن برقة، لكنه انهزم على يد الروم وقتل أو استشهد ومعه معظم القواد والجند، وبذلك فقد المسلمون الشمال الإفريقي والجيش الذي كان قبل سنوات يمضي بالفتوح قدما إلى جهة المغرب. وعن هذه الهزيمة أو النكسة يقول دكتور عبد الله عنان في موسوعته دولة الإسلام في الأندلس ما معناه؟ كان واقع هذا الخطب شديدا في حكومة دمشق أي الخلافة الأموية، وكانت مشغولة آنذاك بمحاربة ابن الزبير وصحبه الخوارج عليها الثائرين، فمضت أعوام أخرى قبل أن تتمكن من العناية بشؤون إفريقيا أي تونس. فلما انتهت الثورة
وقتل ابن الزبير، وجه عبد الملك ابن مروان عنايته إلى استعادة إفريقيا، فولى عليها حسان بن النعمان الغساني سنة 73 هجرية أو 692 ميلادية، وسيره إليها بجيش ضخم كان أعظم قوة عسكرية سيرتها الخلافة الأموية إلى إفريقيا. فاخترق حسان برقة وقصد قرطاجنة عاصمة إفريقيا الرومانية التي كانت لا تزال في يد روم، ولم يغزها المسلمون لحصانتها واتصالها بالبحر وقربها من صقلية حيث كانت ترسل إليها الإمدادات البيزنطية بسرعة. وحاصر حسان قرطاجنة أو قرطاج حصارا محكما، ثم اقتحمها واستولى عليها، ولكن إمبراطور الروم البيزنطيين سير إليها جيشا بقيادة حاكمها يوحنا، يعاونه أسطول من صقلية وقوة من القوط أرسلها ملك إسبانيا القوطي الذي أزعجه اقتراب العرب من بلاده. فانسحب العرب وارتدوا إلى القيروان، حتى إذا جاءتهم الإمدادات أعادوا الكرة على قرطاجنة وهزموا روم والقوط هزيمة شديدة، ففروا إلى سفنهم وخربت قرطاجنة وهدمت حصونها القوية، وسار حسان غربا وهزم الروم والبربر في عدة مواضع، واستعاد الإسلام سلطانه بين برقة والمحيط أي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وقد نقلت الفقرة السابقة على طولها من هذا المصدر المعتمد لأنها تشير بوضوح إلى ثلاث نقاط مهمة تتعلق بالفتوح الإسلامية وفهمنا لها نحن المعاصرين. النقطة الأولى أن فتح المسلمين لقرطاجنة أو قرطاج احتاج أضخم جيش إسلامي دخل إفريقيا، ومعروف أن مدينة الإسكندرية عاصمة مصر، مدينة الله العظمى، كانت أهم وأكبر وأمنع من قرطاجنة، فكيف استطاع عمرو بن العاص فتحها قبل ذلك بعقود قليلة من الزمان إذا كان جيشه قليلا في العدد والعدة؟ إذن فإن صورة فتح الإسكندرية مرتين في أذهاننا غير كاملة وغير سليمة، فالجيش الذي حاصرها به عمرو بن العاص لم يكن بهذا العدد القليل الذي نظنه، لأنه ضم معه عشرات الآلاف من العرب الذين كانوا يسكنون مصر من قبل الإسلام. وعملية الفتح ذاتها في المرتين تشوبها ظلال قوية نتجت عن العلاقة الخفية بين المقوقس والمسلمين حسب ما ذكرت سابقا، ويفسر في الوقت ذاته العدد الضئيل جدا الذي خسره المسلمون في حرب الإسكندرية 22 رجلا، قد يكون بعضهم قد مات أثناء الحصار بسبب البرد ونزلات الإنفلونزا في زمن لم تكن فيه المضادات الحيوية التي نستعملها اليوم، قد اكتشفت بعد. والنقطة الثانية هي ظهور القوط لأول مرة على مسرح الأحداث العسكرية وبروز دورهم في حرب المسلمين والروم، وقد ظهروا كحلفاء لروم ومعاونين لهم لاعتقادهم بأنهم ما عادوا بمنأى عن الأخطار الإسلامية التي تجتاح الأقطار الإفريقية الشمالية، ولا بد لها في نهاية الأمر من تهديد سلطانهم بإسبانيا، وهو الأمر الذي وقع بالفعل بعد سنوات قليلة كما سنرى. والنقطة الثالثة الأخيرة هي أن المسلمين خربوا أسوار قرطاجنة، ونحن نعرف أن عمرو بن العاص كان من قبلها بعقود قد خرب أسوار الإسكندرية، ومن المفترض نظريا أن هذه الحصون تحمي الجيوش، والغالب المنتصر إذا كان هدفه عسكريا مجردا فمن مصلحته أن يحتفظ بهذه الأسوار ليتحصن فيها، لكن المسلمين كانوا يأتون إلى البلاد ليمكثوا لا ليجنوا خيراتها باعتبارها مغانم تحرسها الجيوش التي تحرسها الحصون والقلاع. فتأمل. أما حرب الكاهنة التي كانت حلقة من حلقات ثورات البربر على الحكم الإسلامي،
فقد وقعت في المغرب الأقصى، فهناك اجتمعت قبيلة جراوح وقبائل أخرى من البربر تحت قيادة امرأة قيل إنها كانت تشتغل بالسحر والكهانة، هي داهية بنت ماتية ابن تيفان، والمصادر البيزنطية اللاتينية تسميها داميا، والمصادر العربية تلقبها بالكاهنة، وبعض المصادر تشير إلى أن هذه المرأة الزعيمة كانت تدين باليهودية، وهو الأمر الذي أشك فيه كثيراً، لأن الديانة اليهودية في أصلها التوراتي وتطورها التلمودي تنظر إلى المرأة نظرة لا تسمح لها بالزعامة والقيادة، فضلاً عن الكهانة وعن الحكم وعن رئاسة الجيوش. كانت الكاهنة تحكم المنطقة المسماة جبل أوراس، فلما جاء حسان ابن النعمان الغساني بجيشه الجرار خرجت إليه بجيش أشد، استطاع أن يهزم جيش العرب المسلمين ويضطره إلى الفرار شرقا بعد موقعة هائلة انتصرت فيها الكاهنة، وارتد حسان إلى برقة فسارت وراءه الكاهنة بجيشها وسيطرت في طريقها على بلاد كثيرة حتى صارت معظم نواحي تونس والجزائر تحت حكمها، وظل الحال على ذلك لخمسة أعوام حتى دعم الخليفة عبد الله بن مروان جيش المسلمين بجماعات كبيرة من الجند، فتقهقرت الكاهنة غربا وأحرقت في طريقها المدن والنواحي ليصعب على جيش المسلمين استكمال الطريق غربا في تلك الصحراوات القاحلة، لكن المسلمين لم يتوقفوا عن ملاحقتها حتى التقى الجمعان أو الجيشان عند جبل أوراس، فظهر المسلمون على الكاهنة وقتلوها وانتصروا على جموعها من قبائل البربر، والظاهر أن نصر المسلمين لم يكن ساحقا لأنهم ارتضوا بأن يبقى ابن الكاهنة حاكما على منطقة جبل أوراس على أن يدين للمسلمين بالولاء والطاعة ويمدهم ب12,000 مقاتل لدعم جيشهم وتحقيق بقية الفتوحات تعويضا عما فقده المسلمون في حروبهم الدامية بشمال إفريقيا. وهكذا راحت النواحي المغاربية تدلف تباعا في دائرة الدولة الإسلامية، ويصير البربر رويدا من المسلمين، وإن كانوا قد ظلوا يرون في أنفسهم شرفا ومكانة ليست للعرب، وبالمناسبة فهم لا يزالون إلى اليوم في دول الشمال الإفريقي يستعلون بأصولهم على العرب الحاكمين باعتبار أن قبائل البربر في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب هم أصحاب البلاد الأصليون، وهم لا يقبلون فكرة أن البلاد لمن يسكنها ويتوالد فيها جيلا بعد جيل، ولا يدركون أن النقاء العرقي محض خرافة اجتماعية يكذبها التاريخ الطويل وتدحضها ملامح الناس المتشابهة في كل قطر. وفي الوقت الذي كانت البلاد المغاربية الشمال الإفريقي تدخل في نطاق دولة العرب المسلمين، كانت البلاد المشرقية أي فارس وأواسط آسيا تدخل في النطاق ذاته، وفي قلب دولة الإسلام كانت هناك مشكلات كثيرة وقلاقل، وكان هناك رجل من التابعين أي من الجيل الثاني بعد الصحابة اسمه موسى ابن نصير، يقال إن مولده كان سنة 19 هجرية، وإن أصله من قبيلة بكر ابن وائل الذين غلبهم خالد ابن الوليد وأخذ منهم أسرى، كان منهم والده نصير الذي صار من موالي قبيلة لخم وصار لاحقا واحدا من حرس معاوية ابن أبي سفيان. وقد نشأ ابنه موسى في بلاط الأمويين وخدمهم في عدة وظائف عسكرية ومدنية حتى لاحقته في الشام اتهامات باختلاس أموال، فكاد الحجاج بن يوسف الثقفي يفتك به لولا تدخل عبد العزيز بن مروان أمير مصر الأموي الذي أنقذه من بطش الحجاج وجعله حاكما على المغرب، فثار عليه البربر من جديد
لكنه غلبهم بعدما اتخذ منهم هناك معاونا عسكريا هو طارق ابن زياد الليثي الذي عبر بالجيش الإسلامي إلى الأندلس. عبور المسلمين ومصير الفاتحين. استخف بعض البربر في أقصى الأرض أي بلاد المغرب بالوالي الإسلامي الجديد موسى ابن نصير الذي تولى الأمر هناك سنة 89 هجرية، فثاروا عليه وتجمعوا ضده، لكنهم فوجئوا به يضرب بيد حديدية جموع الثوار من قبائل هوارة وزناتة وكتامة وصنهاجة، ويعود بهم قسرا إلى حظيرة الطاعة. وحين اعتصمت فلول الثوار ببلدة طنجة المطلة على البحر، عصفت بهم قوات المسلمين التي قادها ضابط من البربر الذين صح إسلامهم هو اليد اليمنى للأمير موسى ابن نصير طارق ابن زياد الليثي، الذي استعان بالبربر الموالين للمسلمين وفل بالحديد الحديدة حتى اقتلع بذور الثورة من حواف المغرب. كما استخف الروم بقدرة المسلمين البحرية فعاثت سفنهم فسادا في المدن الساحلية بشمال إفريقيا، لكنهم فوجئوا بموسى ابن نصير يبني أسطولا بحريا بالقرب من قرطاجنة أو قرطاج، ويبحر به غازيا الجزر القريبة التي ينطلق منها الروم مثل جزر البليار أي الجزائر الشرقية وصقلية وسردينيا، بالإضافة إلى بعض المدن الساحلية الإسبانية. وبذلك بسط المسلمون سلطانهم في البر والبحر، وصارت بأيديهم بلاد الشمال الإفريقي كافة ما عدا موضعا واحدا هو بلدة سبتة الحصينة المستعصية على الاقتحام التي كان يحكمها آنذاك الكونت يوليان. وعلى الشاطئ الأندلسي المقابل كان القوط يحكمون البلاد كولاة للروم أو كامتداد للإمبراطورية البيزنطية التي ورثت دولة الرومان الشاسعة وصارت المسيحية الملكانية ديانة لها. وقبل عبور المسلمين إليها كان الحال في إسبانيا شبيها بحال مصر قبل وصول الإسلام ودخول البلاد تحت رايته، فمثلما كان المقوقس يضطهد المسيحيين اليعاقبة المونوفيست، كان الملوك الإسبان يضطهدون اليهود ويسمونهم أسوأ ألوان العذاب. ومثلما كان حكم الروم في مصر متفسخا لا يدين بالولاء الحقيقي للإمبراطور هرقل، كان أمراء إسبانيا يتنازعون فيما بينهم ويفشلون وتذهب ريحهم. وكانت النواحي الإسبانية تحت يد الملك وتيزا ابن الملك إيجيكا الذي كان قبلها بأعوام قد بطش بوالد رودريك اسمه الكونت ثيودافريد وسمل عينيه أي قرب منهما قضيبا من الحديد المتقد فجف ماؤهما وأصيب الرجل بالعمى، وهي عقوبة كانت معتادة في أوروبا في ذاك الزمان البعيد. وقد انتقم رودريك بعد حين لأبيه من ابن إيجيكا وتيزا وخلعه عن العرش، ويقال إنه سمل عينيه ثأرا لما وقع لأبيه هذا على يد أبي ذاك. وقد تولى رودريك الذي سوف يسميه العرب لازريق الحكم في إسبانيا سنة 92 هجرية أو 711 ميلادية، ويقال بل تولاه من قبل ذلك بسنوات قليلة، لأن هذا التاريخ هو بإجماع المؤرخين هو تاريخ عبور المسلمين إلى الأندلس. عبر المسلمون البحر إلى الجهة المقابلة للمغرب الأندلس بدعوة من الكونت يوليان الذي كان حانقا حسب ما قيل على ملك إسبانيا الجديد للسببين: الأول أن الكونت يوليان أرسل ابنته الجميلة فلوراندا إلى البلاط الملكي في طليطلة كي تتعلم فنون الإتيكات ومراسم حياة القصور،
وهو أمر كان معتادًا هناك آنذاك، غير أن الملك رودريك افتتن بجمال فلوراندا وطاش عقله بسبب سحر أنوثتها الطاغية فاغتصبها، ولما علم أبوها بذلك استدعاها من هناك. فلما جاءت ملفوفة بأردية العار أقسم أبوها على الانتقام. والسبب الآخر لخلاف الكونت مع الملك حسب ما يقول المؤرخون يرجع إلى أن الكونت يوليان كان يملك من القوة والمال والسفن الكثيرة ما يؤهله لامتلاك الأراضي الإسبانية كلها. وعندما انتصر الملك رودريك فر من أمامه الأمراء الموالون للملك المخلوع ولجأوا إلى يوليان للاحتماء به، كما لجأت إليه الأسرة الملكية المطرودة من البلاد. فاستقوى يوليان وأراد أن يحقق أمنية في نفسه بأن يصير ملكا للقوط كلهم، غير أن قواه العسكرية لم تكن تكفي لتحقيق هذا الأمر. ومن هنا لجأ إلى موسى ابن نصير وقائده العسكري طارق ابن زياد طلبا لمعونتهم في الأمر، واعدا إياهم بمكافأة إذا تم له مناح، الذي لم يتم قط. إذن كان عبور المسلمين إلى الشاطئ الأندلسي في بداية الأمر هو مغامرة عسكرية تمت بدعوة من القوط أنفسهم في إطار التنازع الواقع بينهم، وهو ما يذكرنا بما وقع بعد قرون حين تنازع ملوك الطوائف المسلمون فيما بينهم واستعانوا بأعدائهم، فكانت النتيجة هي خروجهم من الأندلس مثلما دخلوها أول مرة. يقول الفيلسوف الألماني الشهير هيجل: نتعلم من التاريخ أن أحداً لم يتعلم من التاريخ. وكان الاتفاق السري بين الكونت يوليان والأمير موسى ابن نصير، وهو ما يذكرنا بالاتفاقية السرية بين المقوقس وأبي بكر الصديق، يقضي بأن يتنازل يوليان للمسلمين عن منطقة سبته وقلعتها الحصينة، فتصير بأيديهم مدن المغرب وقلاعها كلها، في مقابل أن يدعم المسلمون بجيشهم أطماع الكونت يوليان في عرش إسبانيا طليطلة تحديدا، وينال بعضا من الغنائم. ولم يكن بمستطاع موسى ابن نصير أن يبرم اتفاقا كهذا من دون استشارة الخليفة الأموي، فأشار الخليفة الذي كان آنذاك الوليد ابن عبد الملك ابن مروان بأن يختبر جدول المسألة بعدد محدود من السرايا ولا يغامر بالجيش كله في أرض الإسبان التي لم يعرفوها العرب من قبل. وهكذا ذهب 7,000 جندي مسلم على رأسهم طارق ابن زياد الليثي لمعاونة الكونت يوليان في حربه، وكان إبحارهم من شاطئ المغرب إلى ساحل إسبانيا المقابل بالسفن التي يملكها الكونت يوليان الذي كان يملك أسطولا من السفن يتاجر به في البحر المتوسط تجارة واسعة. وتم العبور في شهر رجب سنة 92 هجرية، أي أبريل سنة 711 ميلادية، ونزل المسلمون الأندلس لأول مرة في فصل الربيع. وبالطبع لم يقم طارق ابن زياد بإحراق السفن بعد عبوره حسب ما يعتقد معاصرونه، لأنها ببساطة لم تكن ملكا له أو للمسلمين. وبحسب ما ورد عن صفاته في المصادر القديمة فقد كان طارق ابن زياد جنديا صعب المراس، طويلا أشقر، في عينيه حول، وبإحدى يديه شلل، وكان يندفع بجنده في القتال فيكون مثل جلمود صخر حطه السيل من عال، وهو الأمر الذي جعل الجيشين الإسلامي والقوطي يتقدمان في الجنوب الإسباني ويمضيان قدما إلى طليطلة. وكان الجيش الإسلامي بقيادة طارق هو الذي يتقدم أسرع. وجمع رودريك أو لازريق جيشا قوطيا ضخما يقترب عدده من 100,000 واتجه إلى الجنوب الإسباني لقتال الغزاة المسلمين. واستمد طارق جندا إضافيا من موسى ابن نصير
فأمده بخمسة آلاف، فكان مجموع جيش المسلمين 12,000 معهم قوات يوليان قليلة العدد والعدة. وفي شهر رمضان التقى الجمعان قرب نهر كبير عند وادي لكة أو باكة، وكان التفوق العددي لجيش رودريك، ولكن المسلمين كانوا أكثر تنظيماً وإقداماً وعنفاً في القتال، خاصة بعدما خطب فيهم طارق ابن زياد خطبة نارية تناقلها المؤرخون المتأخرون زمناً، ولابد أنهم زادوها بلاغة وتحسيناً لفظياً، وهي فيما أرى سبب انتشار الخرافة الشهيرة القائلة بأن طارق أحرق السفن بعد عبوره للأندلس، ولأن هذه الخطبة من النصوص الفصوص، فسوف أريد فيما يلي فقرات كاملة منها. يقول: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من خلفكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أي الأندلس أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم بجيوشه وأسلحته، وأقواته موفورة، وأنتم لا وزر أي مساعد لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم، وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا أي تنتصروا، ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب عن رعبها منكم، الجرأة عليكم فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية أي لزريق، فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة أي خرج من وراء الأسوار، وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت، وإني لم أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة، ولا حملتكم على خطه إلا بدأت بنفسي، واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا، وقد بلغكم ما بهذه الجزيرة من الحور الحسان بنات اليونان الرافلات في الدر والمرجان، والحلل المنسوجة بالعقيان المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان. أيها الناس، ما فعلت من شيء فافعلوا مثله، إن حملت أي تقدمت للقتال فاحملوا، وإن وقفت فقفوا، ثم كونوا كهيئة رجل واحد في القتال، وإني عامد إلى طاغيتهم بحيث لا أنهيه حتى أخالطه أو أقتل دونه، فإن قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، وتولوا الدبر لعدوكم فتبدو بين قتيل وأسير، وإياكم إياكم أن تردوا بالدنية. وها أنا حامل أي مندفع حتى أغشاه، يقصد لزريق، فاحملوا بحملتي. وانتصر المسلمون وقتلوا رودريك الملك أي لزريق وهزموا جيشه، وبعدها ساد الرعب من جيش المسلمين في أنحاء أيبيريا، واستكمل طارق حروبه في الأنحاء، وعبر موسى بن نصير بجيش آخر فسار إلى مدن أخرى غير تلك التي افتتحها طارق، حتى إذا التقى الجيشان المسلمان أخيرا كان معظم أنحاء الأندلس قد صارت بين المسلمين، وتوارى يوليان عن الأنظار رويدا، صار الأمر كله بيد المسلمين. وفكر موسى بن نصير في استكمال الفتوح شمالا وشرقا بغزو فرنسا أي بلاد غالة وإيطاليا، لكن الخليفة الأموي رفض هذا المقترح، واستدعى موسى إلى دمشق وأمره أن يأتي معه بطارق ابن زياد. وهنا لابد لنا نتوقف قليلا لنرى مصير الفاتحين ونتبصر في هذا الأمر ونتأمله. نسيت أن أقص عليكم قبل قليل ما رواه معظم المؤرخين القدماء والمحدثين عن لحظة اللقاء الأول بين موسى ابن نصير وطارق ابن زياد
بعدما تمت الفتوحات الإسلامية الأولى في أرض الأندلس، يقول المؤرخون: وقصد موسى طليطلة فالتقى بطارق على مقربة منها، وكان قد سار إلى استقباله والترحيب به، فأنبه موسى وبالغ في إهانته لأنه كان قد تأخر في فتح بلدة اسمها ماردة، وزجه مصفدا إلى ظلام السجن بتهمة الخروج والعصيان، وقيل بل هم أيضا بقتله، لكنه ما لبث أن عفى عنه ورده إلى منصبه. وزحف معا نحو الشمال الشرقي حتى نفذ موسى إلى مملكة الفرنج، ووصل إلى مدينة ليون الفرنسية. وكما أشرنا سابقا، فإن موسى بن نصير كان يريد أن يعبر بجيشه إلى بقية بلاد النصرانية المطلة على البحر المتوسط، حتى يجعل هذا البحر بحيرة إسلامية تشرف على شواطئها دولة الإسلام من الجهات كافة. وهو ما يجمله ابن خلدون في تلك العبارة القوية: وجمع أينوى أن يأتي المشرق على القسطنطينية ويتجاوز إلى الشام ودروب الأندلس، ويخوض ما بينها من بلاد الأعاجم مجاهدا مستلحما لهم إلى أن يلحق بدار الخلافة في دمشق. وهو ما يعقب عليه دكتور عبد الله عنان بقوله: كان موسى يقدر على تنفيذ مشروعه العظيم بجيش ضخم يقتحم البرنيح أي شمال إسبانيا، يؤيده من البحر أسطول قوي، فيبدأ بافتتاح مملكة الفرنج، ثم يقصد إلى مملكة اللومبارد في شمالي إيطاليا فيخترقها فاتحا إلى روما قاعدة النصرانية، فيفتتحها ويقضي فيها على كرسي النصرانية، ويتابع سيره بعد إذ شرقا إلى سهول الدانوب، مثخنا في القبائل الجرمانية التي تسيطر على ضفافه، ثم يخترق الدولة البيزنطية حتى قسطنطينية فيستولي عليها، ثم يعبر آسيا الصغرى أي الأناضول وتركيا قاصدا إلى دمشق، فيصل بذلك أملاك الخلافة الإسلامية فيما بين المشرق والمغرب من طريق الشمال، كما اتصلت من طريق الجنوب. ولم يكن هناك ما يحول دون تنفيذ هذا المشروع الضخم. وبعدما أوضح وجهة هذا المشروع والدلائل المؤكدة لإمكان نجاحه، اكتفى دكتور محمد عبد الله عنان بقوله إن سياسة الإحجام والتردد التي تبعها بلاط دمشق أودت بذلك المشروع البديع، إذ كتب الوليد ابن عبد الملك إلى موسى ابن نصير يحذره من التوغل بالمسلمين في دروب مجهولة ويأمره بالعودة، فارتد موسى مرغما آسفا. وهذا الرأي يقرره أيضا معظم المؤرخين ويكررونه في كتبهم، وكانوا يعلمونه لنا في المدارس على اعتبار أنه إحدى حقائق التاريخ. ومع ذلك فإننا إذا طبقنا عليه مقولة ابن خلدون ينبغي علينا إعمال العقل في الخبر، لظهر لنا وجه آخر للأمر على النحو التالي: إذا كان الخليفة الأموي قد تردد في فتح بقية البلاد الأوروبية، فلماذا لم يتردد في البطش بالفاتح موسى ابن نصير وفي إزاحة الفاتح طارق ابن زياد عن المشهد العام، وفي اغتيال الفاتح عبد العزيز ابن موسى ابن نصير؟ فكيف وهو المتردد أن يصر على الفتك بهؤلاء الأبطال الفاتحين؟ وربما قال البعض: لعل الخليفة قد أراد تأجيل المواجهة مع العالم المسيحي ولم يتسرع في القضاء على العاصمة الدينية بيزنطة، مراعاة لمشاعر المسيحيين الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية الجديدة. وربما يقول البعض الآخر: بل هي من حكمة الخليفة الأموي الذي قدر الأمور تقديرا صحيحا ولم يشأ أن يدخل بالجيش الإسلامي في مغامرة غير مأمونة العواقب وقد تودي بحياة الآلاف من الأبطال. وفي الرد على هذه الأقوال نقول: أما المغامرة فقد ارتضى الخليفة بها حين وافق على عبور المسلمين إلى الأندلس لمعاونة الأمير يوليان في حربه القوطية القوطية، أملا في الحصول على نصيب من المغانم، فلا معنى بعدما سيطر المسلمون على الأندلس لهذا الإحجام عن مغامرة أقل خطرا، خصوصا أن المسلمين كانوا آنذاك يمتلكون أسطولا بحريا قويا بإمكانه أن يدعم حركة الفتوح للنواحي الأوروبية.
وأما الحجاج زاعما بأن إحجام الحاكم العام أي الخليفة الأموي عن الموافقة على مشروع موسى ابن نصير لأنه يتضمن إسقاط عاصمة المسيحية في العالم أنذاك أي بيزنطة، وهو ما سوف يثير المسيحيين الذين يعيشون بين جنبات دولة الإسلام، فهي حجة ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، لأن غالبية المسيحيين في العراق والشرق الشام كانوا نصاطرة، وغالبية المسيحيين في مصر كانوا يعاقبة، وأولئك وهؤلاء بينهم وبين الكنيسة الملكانية في بيزنطة خلافات عميقة ومنازعات طويلة تحول بهم عن التعاطف مع الكنيسة المخالفة لهم في المذهب العقائدي، بل كانوا يتمنون زوالها، بالإضافة إلى أن سقوط العاصمة الدينية السياسية بيزنطة لا يعني إسقاط الديانة ذاتها، بل كانت العاصمة الدينية الحقة للمسيحية إلياء أورشليم أو بيت المقدس بيد المسلمين من قبل ذلك بقرابة قرن من الزمان، ولم يثر هذا الأمر حفيظة أهل الديانة المسيحية، وقد سعت الدولة الأموية لإسقاط القسطنطينية مرتين من جهة الشرق فلم تفلح. كانت المرة الأولى سنة 49 هجرية في عهد معاوية بن أبي سفيان، والمرة الأخرى سنة 98 هجرية في عهد سليمان بن عبد الملك، وقد ظل النزاع السياسي الديني قائما، ولم تكف محاولات الاقتحام المسيحي أي الحروب الصليبية ومحاولات السيطرة الإسلامية الجهاد حتى انتهى الكر والفر بعد قرون، حين أسقط العثمانيون الذين جاءوا بعد الأمويين بقرون طوال العاصمة الدينية السياسية القسطنطينية أو بيزنطة أو إسطنبول، وحولوا أكبر كنيسة في العالم آيا صوفيا إلى مسجد يصلي فيه المسلمون، ومع ذلك لم تسقط الديانة المسيحية. ولم نعرف أن المسيحيين في العراق ومصر والشام قد اكترثوا كثيرا لسقوط عاصمة الديانة بيد المسلمين، فقد استقر في الوعي الديني المسيحي منذ زمن طويل سابق بكثير على ظهور الإسلام أن مدينة الله في السماء وليست على الأرض، وهو المعنى الذي صاغه ببراعة في بدايات القرن الخامس الميلادي القديس أغسطين الذي كتب إثر سقوط روما أمام هجمات الوندال أي البرابرة الوثنيين كتابه الشهير الذي صار مرجعا أساسيا من مراجع المسيحية، وكان عنوانه مدينة الله. نخرج مما سبق بأن ما يقال عن تردد الخليفة الأموي هو محض زعم لا دليل عليه ولا احتجاج به، خصوصا أن الخليفة لم يفكر أصلا في الأمر ولا عرفنا أنه استشار فيه أحدا، وهو لم يوافق على المقترح ثم يرفضه مثل ما كان الحال مثلا عند فتح مصر، حيث وافق الخليفة عمر بن الخطاب على مقترح عمرو بن العاص ثم عاد وأشفق منه وكاد يتراجع، لولا أن سبق السيف العزل وكان من حيلة عمرو ما كان. فما السر في رفض الخليفة الأموي خطة الفتح الطموحة؟ إن استقراء الوقائع القديمة والمعاصرة يدل على أن الحكام كانت لهم حركات تضمن لهم البقاء متفردين وتطفئ سطوع غيرهم حتى لا يكون ذلك مقدمة لإزاحتهم من فوق الكرسي أو تهديد استقرارهم في السلطة، وقد كان للفاتحين الكبار صورة زاهية في أذهان الناس، وهو ما يؤهلهم للطمع في الحكم باعتبارهم نجوما يتمتعون بالشعبية والقبول بين الناس على أساس أعمالهم العظيمة وليس على الأساس الوراثي الذي يحكم الخلفاء وفقا له. ومن هنا طمس الخليفة الأموي نجومية موسى ابن نصير بالإذلال، وقطع سيرة ابنه عبد العزيز بالإغتيال، وحجب سطوع طارق ابن زياد بالإزاحة عن المشهد العام. وهذه الغايات السلطوية أو ما أسميه الحركات هي حسب ما أرى أهم عند الخليفة من إسقاط عاصمة المسيحية في العالم ومن دخول المسلمين عاصمة الدولة البيزنطية، إذ الأهم عنده في واقع الأمر هو بقاؤه على رأس الدولة وضمان عدم المنازعة أو الاستقلال عنه بالسلطة، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد ذلك في مصر وفي الأندلس وفي وسط آسيا عندما حظيت هذه البلاد برجال أقوياء نجوم كانوا من القوة بحيث استقلوا بالبلاد عن سلطان الخليفة.
وإذا أمعنا النظر في زماننا الحالي لوجدنا كثيراً من الأفعال أو الحركات التي تجمع بين الحكام العرب الذين يتساقطون اليوم تباعاً على الترتيب في تونس ومصر واليمن وليبيا، وهناك مزيد. ومن أهم هذه الحركات أنهم ما كانوا خلال عقود حكمهم يسمحون بسطوع نجوم سياسية أو عسكرية أو فكرية في بلدانهم كي يبقى الحاكم منهم متفرداً باستحقاقه للكرسي، فكأن الكرسي عندهم أهم من إسقاط إسرائيل أو بيزنطة أو غير ذلك من عواصم الأعداء الذين يلعب وجودهم في واقع الأمر دوراً حيوياً في إبقاء كراسي الحكم سالمة لأصحابها ولأولادهم من بعدهم. ومن جملة حركات الخلافة الأموية في الأندلس الحرص على تبديل الولاة الذين يحكمون هناك باسم الخليفة الأموي، حتى إن عدد الولاة الذين أرسلتهم الدولة الأموية لحكم الأندلس باسم الخليفة الأموي بلغ في السنوات 45 الأولى من حياة الإسلام في الأندلس 25 والياً، أي أن متوسط حكم الوالي منهم كان يقل في المتوسط العام عن عامين، مع أن تأسيس الحكم واستقرار أوضاع الأرض الجديدة كان يتطلب بقاء الوالي لفترة كافية حتى يتمكن من إرساء قواعد الدولة، لكن حرص الخليفة على عدم استقلال الولاة بالأندلس كان أهم عنده من استقرار هذه النواحي البعيدة وبقائها في حدود دولة الإسلام. ولذلك فقد التهم عبد الرحمن الداخل بلاد الأندلس حسب ما سنذكر بعد قليل، لأن هذه البلاد كانت تفتقر لأنظمة حكم مستقرة وموحدة بسبب السياسات الأموية التي وضعت مهمة الحفاظ على سلطانها ببلاد الأندلس في مرتبة أعلى من المهام المؤدية إلى استقرار هذه النواحي وضمان سلامتها. غير أن تأسيس دولة الإسلام في الأندلس وإن كان قد افتقر إلى رعاية الخلفاء ودعمهم إلا أنه نجح بفضل أفعال الأفراد من المسلمين الذين مدوا جسور تعايش مع أهل البلاد وأمنوهم وغرسوا بذور الوصل في أرض الأندلس. فهؤلاء الذين عبروا إلى الأندلس اختاروا البقاء فيها كفاتحين لا غزاة، وهو الأمر الذي تجلى مبكراً في معاهدة الصلح العادلة التي أبرمها عبد العزيز ابن موسى ابن نصير مع الملك القوطي تيودمير الذي يسميه العرب تودمير، وكان نصها كالآتي: نسخة كتاب الصلح الذي كتبه عبد العزيز ابن موسى لتودمير أنه نزل على الصلح وأن له عهد الله وذمته وذمته بأن لا ينزع عنه ملكه ولا أحد من النصارى عن أملاكه، وأنهم لا يقتلون ولا يسبون أولادهم ولا نساءهم، ولا يكرهون على دينهم ولا تحترق كنائسهم، وأن الذي اشترط عليه أنه صالح على 7 مدائن، وأنه لا يأوي لنا عدوا ولا يخون لنا أمنا ولا يكتم خبرا علمه، وأنه عليه وعلى أصحابه دينارا كل سنة وأربعة أمداد قمح وأربعة أمداد شعير، كتب في رجب 94 من الهجرة. ولم تكن هذه المواثيق والاتفاقيات هي القاعدة الوحيدة التي قام عليها الوصل في دولة الإسلام بالأندلس، إذ دعمت ذلك قواعد أخرى وسلوكيات إنسانية طيبة من جهة الفاتحين المسلمين إلى سكان الأندلس من المسيحيين واليهود. وقد مر بنا أن أفراد الجيش الإسلامي كانوا قد عبروا إلى الأندلس من دون زوجاتهم السابقات الصحراويات، فلما وجدوا نساء الأرض الخضراء الجديدة جميلات لم يفكروا في قضاء الوطر منهن باعتبارهن سبايا أو غنائم حرب، بل تزوجوا منهن فأنجبوا جيلا جديدا إسبانيا الأمومة عربيا النسب إسلامية الديانة. وكان عبد العزيز بن موسى بن نصير هو أول من تزوج هناك، فقد اقترن بالملكة إجلونا أرملة الملك رودريك وشجع المسلمين على الزواج من الأندلسيات فتشجعوا. ولو كان الدين الإسلامي يسمح للنساء المسلمات بالزواج من غير المسلمين
لكان معدل التزاوج الذي تم في الأندلس قد صار أعلى. وقد أشار كثير من المؤرخين إلى هذا التشجيع والإقبال الكبير لزواج الرجال المسلمين بالنساء الأندلسيات المسيحيات عقب الفتح وطيلة زمان الوصل بالأندلس. وبعد فتح الأندلس 40 سنة أو نحو ذلك، كانت الحياة هناك قد صارت أفضل للجميع، يهودا ومسيحيين ومسلمين. فجيش الإسلام يحمي البلاد ويحصل على الضريبة أي الجزية في مقابل ذلك، والجيل الجديد من المولدين أبناء المسلمين والمسيحيات ينتشر في المدن والنواحي ويمارس الأنشطة العامة بلا حساسية دينية، واليهود الذين كانوا مقموعين صاروا آمنين في ظل الحكم الإسلامي الذي لا يرى فرقا بين المسيحيين واليهود وينظر إليهما معا على اعتبار أنهما أهل الذمة. وازدهر النشاط التجاري والزراعي كثمرة للاستقرار بعد عقود من تطاحن أمراء القوت وفتكهم ببعضهم وبعموم الناس، وكاد الأمر يستقيم فيصنع مع الوقت زمنا أندلسيا بديعا أجمل مما نعرفه، لولا جاء الأمير الفاتك السفاح المسمى عبد الرحمن الداخل الملقب بصقر قريش. السفاح الثاني. يرى كثير من المؤرخين أن الدولة الأموية التي فتحت الأرض شرقا وغربا باسم الإسلام قد سقطت في أوج قوتها فجأة سنة 132 هجرية بعد عقود من الزمان حافلة امتدت بهذه الدولة من بعد قيامها على يد معاوية بن أبي سفيان السلطوي الماهر الماكر، صاحب مقولة لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها، وتحويلها للحكم إلى ملك عضود يتوارثه بنو أمية دون غيرهم، ثم انهيارها في السنة المذكورة واستيلاء العباسيين على ممتلكاتهم. وقد يرى كثير من المعاصرين أيضا أن دولة الرئيس السابق مبارك قد سقطت مؤخرا فجأة في أوج قوتها واستقرارها واستعدادها لتوريث الحكم ليكون ملكا عضودا ضمن إطار سياسي لا هو بالملكي ولا بالجمهوري. وفي واقع الأمر فإن شواهد التاريخ والزمن المعاصر لا تعرف هذا الحدوث المفاجئ للوقائع، لأن الأحداث مهما صغرت أو كبرت فلا بد من اجتماع عدة عناصر لوقوعها، وكلما كان الحدث أكبر كانت مسبباته ودواعي وقوعه أكثر، غير أن كثيرا من الناس ينظرون للوقائع على نحو قدري يرتضي بالاندهاش وتقليب الأكف وترديد عبارات من مثل سبحان من له الدوام، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، الدنيا فانية، إلى آخر هذه الأقاويل التي تعفي الأذهان من الغوص وراء أسباب وقوع الحوادث الكبرى. وبالطبع فلن نخوض هنا في بحث الانهيار المفاجئ لدولة الرئيس مبارك لبيان أنه لم يكن مفاجئا ولا قدريا، فهذا أمر يخرج عن نطاق كلامنا هنا، وقد نعود إليه في مناسبة أخرى. أما الآن فإن الأهم هو بيان الأسباب التي اجتمعت فأسقطت الدولة الأموية في دمشق عاصمة الخلافة، ثم انبعاث فرع آخر منها مرة أخرى في الأندلس. وفي ذلك نقول: نعرف أن معاوية بن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية كان قد أسس دولة بني أمية بعدما انتصر على الإمام علي ابن أبي طالب بالخديعة الشهيرة رفع المصاحف فوق أسنة الرماح، ثم كان ما كان من التحكيم الذي راوغ فيه عمرو بن العاص لصالح معاوية، فانتهت مقاليد الحكم الإسلامي إلى معاوية الذي أورث الحكم ابنه يزيد، ومن بعدهما صارت الخلافة متداولة بين بني أمية دون غيرهم. ونعرف أن دولة الأمويين شهدت خلال عقود حكمها أفعالا لا يرضى عنها عموم المسلمين
منها التنكيل بآل بيت النبوة وقتل كثيرين منهم كالإمام الحسين الذي قتلوه في كربلاء سنة 61، والاستخفاف بحرمة مكة والمدينة ومعاقبة الساكنين هناك على عدم طاعتهم للأمويين بإرسال جيش عاث فسادا في المدينة المنورة أي يثرب، واستباح الحرم النبوي، وبعدها قص الكعبة وبيوت مكة بقذائف المنجنيق أي الأحجار المشتعلة، وجرت أمور لا يمكن وصفها بأقل من الفساد والفسوق والعصيان. ونعرف مما قاله ابن خلدون من بعد أن الانغماس السلطوي في الترف والملذات والفساد المستهتر برأي الناس المحكومين هو مقدمة لإسقاط الحاكمين وتفكك دولتهم، وقد شهد الزمن الأموي كثيرا من هذه المقدمات المنذرة بالسقوط عبر كثير من ألوان الترف والفسق والفساد، استبغى بها كثير من الخلفاء الأمويين والأمراء الذين ارتبطوا معهم برابطة القرابة. وحتى الاستثناء الوحيد عمر بن عبد العزيز لم يكن إلا استثناء عابرا سرعان ما اتخذ الأمويون التدابير المؤدية إلى إزاحته عن الحكم وعن الحياة كلها، ليعودوا من بعده سيرتهم الأولى التي يستقبحها عموم المسلمين. ونعرف أن آل بيت النبوة وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا أبناء عمه العباس بن عبد المطلب كانوا قد هربوا من الجزيرة والشام والعراق إلى النواحي الشرقية الفارسية، فاجتمع حولهم مشايع الإمام علي الذين سيعرفون لاحقا باسم الشيعة، وهناك صار منهم أئمة، يلتف الناس حولهم ويلتف الأمويون عليهم لقطع شأفتهم، تارة بأن يدس عليهم من يدس لهم السم مثل ما حدث مع أبي هاشم الذي مات مسموما بتحريض مباشر من الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، وتارة بحرب من خرج منهم طالبا العرش مثل ما حدث مع إبراهيم الإمام الذي زج به الخليفة الأموي مروان الحمار أي حمار الجزيرة إلى السجن حتى مات فيه سنة 132 هجرية، وهي السنة التي دعا فيها أبو مسلم الخراساني للإمام أبي العباس عبد الله بن محمد العلوي الطالبي الملقب بالسفاح، وجمع جيشا بلغ قوامه 20,000، غلب به جيش الأمويين البالغ 120,000، لأن جيش الشيعة العباسيين الانتحاري كان أكثر إقداما وجرأة وحماسة من جيش الأمويين الذين كان يدافع برخاوة عن دولة الترف والتفسخ والفساد. وانتزع العباسيون الخلافة من الأمويين ودخلوا عاصمتهم دمشق، ثم جعلوا لأنفسهم لاحقا عاصمة أخرى هي بغداد. والعجيب أن العباسيين الذين يفترض فيهم التقى والصلاح على الأقل من حيث انتسابهم لبيت النبوة مارسوا عنفا أفظع بكثير من ذاك العنف الذي اقترفه الأمويون، وتراكمت آثاره في النفوس حتى سقطت دولة بني أمية. فقد صار الخلفاء العباسيون الأوائل على النهج الذي رأوه مناسبا لاحتفاظهم بالعرش، فكان أول هؤلاء الخلفاء أبو العباس السفاح جديرا بالفعل بلقب السفاح، فقد سفح دماء الأمويين الذين وقعوا في يديه، وراح يفتش عن أقاربهم في كل مكان والسيف في يده جاهز للذبح، فقضى على معظم المنتسبين للبيت الأموي بمن فيهم الأطفال والنساء، بلغ به الإمعان في القتل والخسيس والوحشية أنه أعطى أمانا للأمويين فظهروا فذبحهم وألقى بجثثهم إلى الكلاب، وأخرج رفات الخلفاء الأمويين السابقين من المقابر ومزقها وشنع بها، لكن شابا من بني أمية استطاع أن يفره إلى بلاد المغرب والأندلس.
وقبل الحديث عن الشاب الأموي الذي فر من السفاح العباسي ليصير بدوره سفاحاً أمويًا في الأندلس، لابد أولاً من الإشارة إلى أن البطل الذي قاد جيش العباسيين ودخل بهم إلى دمشق، أبو مسلم الخراساني، كان جزاؤه القتل على يد العباسيين أنفسهم، فقد قتله الخليفة أبو جعفر المنصور أخو أبي العباس السفاح ووريثه سنة 137 هجرية، تماماً مثلما كان مصير الأبطال الفاتحين للأندلس على يد الأمويين، التجريد والتشريد لموسى ابن نصير، الحجب والإخفاء التام لطارق ابن زياد، الاغتيال وحز الرأس لعبد العزيز ابن موسى ابن نصير. وقد أشرنا سابقاً إلى الطبيعة السلطوية التي تدعو الحكام والخلفاء والرؤساء إلى إطفاء النجوم التي تلمع في دولتهم خشية المزاحمة على العرش. فما سرك أيها العرش؟ أتراك عندهم أبقى من أي فرش أو أنت أطهر؟ أم هي المخايلة ومخاتلة المظهر؟ وما ذاك الكرسي الذي من حوله الدماء ترش؟ أهو ذهبي حقا أم تراه طلاء فوق قش؟ إن كرسيا وسكيرا يرسمان بالحروف نفسها مع اختلاف الترتيب عند النقش، وما الذي يبقى من بعد صاحبه؟ العمل العادل والقول الفاضل، أم السفك والصوت والصوت الأجش؟ في سنة 138 هجرية دخل الأندلس عبد الرحمن الداخل الأمير الأموي الملقب بصقر قريش، وهو الذي سوف يستحق عندي لقبا أكثر انطباقا عليه، هو السفاح الثاني قياسا على السفاح العباسي الأول أبي العباس. كان الداخل قد تجرع في السنوات السابقة على دخوله الأندلس مرارات طافحة ما لبث أن جرع مثلها للناس، فقد فر وهو في العشرين من عمره من بلدته التي فتش فيها العباسيون السفاكون عن أي أموي، فلجأ مع أخيه الأصغر إلى بلدة على نهر الفرات، فدهمهم العباسيون فألقى الأخوان نفسيهما في ماء النهر وسبح على أمل الوصول إلى الشاطئ المقابل، بينما العباسيون يدعونهما إلى العودة والعفو والنجاح، وانخدع الأخ الأصغر وأشفق على نفسه من عبور النهر، فعاد إلى الذين وعدوه بالحسنى فلم يجد منهم إلا الذبح وحز الرأس، بينما أخوه عبد الرحمن يرى الفتك به من وسط النهر الهادر به. وخرج عبد الرحمن بعد نجاته من الشام والعراق، ورحل من هناك فاراً متخفياً مملوءاً بالمرارة، فلجأ إلى أخواله البربر الساكنين بإفريقيا أي تونس، فوجد العباسيين هناك يطاردون فلول الأمويين ويقتلون من يمسكونه منهم. ومجدداً نجا عبد الرحمن بعد مغامرات كثيرة، ولاحت له الأندلس مستقراً آمناً، فأوفد إليها أحد أعوانه ليستميل أقاربه القدامى الذين سكنوا الأندلس من قبل انهيار دولة الأمويين، ولما وجد منهم قبولاً عبر إليهم وجمع حوله الرجال وأسال بيده الدماء من جديد، فقد كانت الجماعات العربية في الأندلس تعيش في ظل توابع الزلزال السياسي، انهيار الأمويين وترأس العباسيين، وكانت بينهم منازعات متأججة ولمعان سيوف، فدخل عبد الرحمن الداخل في قلب هذه المعمعة وسل سيفه على كل ما يعترضه. وقضى عبد الرحمن الداخل السنوات 34 الممتدة من دخوله الأندلس سنة 138 هجرية حتى وفاته سنة 172 ميلادية في حروب ونزاعات مسلحة وكر وفر وفي مؤامرات وإخماد ثورات وقتال مرير مع آل بيت النبوة الفاطميين
ومع أتباع الخلفاء الجدد العباسيين ومع كل راغب في الإمارة والحكم من العرب والبربر والمولدين والقوط والمسلمين والمسيحيين. فكانت حصيلة معاركه هناك هي عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من الجرحى وما لا حصر له من الأيتام. ولم يتوقف تدفق أنهار الدم لإعلاء العرش بوفاة السفاح الثاني عبد الرحمن الداخل صقر قريش، وإنما استمر انفجار الدم فصار بحارا على يد أولاده وأحفاده. فقد قتل حفيده الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن في موقعة واحدة 300,000 مسيحي، وقتل من المسلمين المعارضين له بقرطبة 40,000 من بينهم 4,000 من علماء الدين، وقتل من المسلمين المعارضين له بطليطلة قرابة 5,000 رجل. ولجأ المهزومون والمهددون بالهزيمة من العرب والمسلمين خصوصا الخوارج إلى الاستعانة بالقوات الأجنبية أجداد حلف الناتو. فجاءت إلى الأندلس قوات التحالف بين الإمبراطور الشهير شارلمان والبابا هادريان رأس الكنيسة في أوروبا. فسار إلى الأندلس جيش جرار بقيادة شارلمان آملا في ضمها إلى مملكته وفي قطع شأفة المسلمين من هناك. لكن ما كان يتوقعه شارلمان من انضمام الخوارج إليه لم يحدث، مع أنهم كانوا داعين له. وحدث بدلا من ذلك ما لم يتوقعه، وهو ثورة الساكسون عليه، مما اضطره إلى الرجوع بجيشه الجرار، وقد لحق به عند جبال البرنيح بشمال الأندلس جيش المسلمين الذين قطعوا مؤخرة جيش شارلمان وقتلوا الجنود وسلبوا مغانم كثيرة. وقد فعل المسلمون ذلك بالتعاون مع جماعات مسيحية مسلحة كانت تعرف باسم البشكانس. والمؤرخون يستغربون موقف شارلمان الذي لم يرجع للانتقام ممن أبعدوا مؤخرة جيشه، وقنع بالفاجعة التي حلت به فاستمر في سيره شمالا حتى خرج من الأندلس. فبقيت هذه النواحي الأندلسية نهبا بين القوى المتعارضة والمتصارعة العرب البربر المولدين والمسيحيين المسلمين الموالين للعباسيين والمسلمين الموالين للفاطميين وكبار رجال القبائل الطامعين في السلطة. وتوالت الحروب، فخاض منها عبد الرحمن ابن الحكم ابن هشام ابن عبد الملك المعروف بعبد الرحمن الثاني وقائع عسكرية كثيرة استمر فيها من بعده ابنه محمد الذي يقال إنه قتل في موقعة واحدة فقط 300,000 إنسان. وبينما الدولة العباسية في المشرق منهمكة في ملاحقة أئمة آل البيت الذين خرجوا عليها ثائرين، والدولة الأموية الثانية التي قامت في الأندلس منهمكة في حروب المنشقين والثائرين والطامعين في العرش ومثير الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، بدت في غمرة المشهد الدموي. ويلا العجب، بدايات البدائع الحضارية للدولتين العباسية في العراق وعاصمتها بغداد والأموية في الأندلس وعاصمتها قرطبة. ويوما من بعد يوم هدأت الحروب وجفت أنهار الدم التي سالت وتدفقت، وقامت منارات العلم والفن والفكر في الأندلس وفي بقية أنحاء العالم الإسلامي. البدائع الأندلسية. كنت في زمن التلمذة قد اعتدت التردد بانتظام مع أقراني على سينما الهامبرا بالإسكندرية لمشاهدة الأفلام الهوليوودية التي كانت هذه السينما تعرض مزيدا منها كل أسبوع، فنهرب بذلك من سطوة الأفلام العربية الطفحة تفاهة في تلك الأيام، أعني في زمن الانفتاح المصري والانفساح القيمي بعد كام ديفيد. وقد عرفت أيامها أن عديدا من دور السينما والملاهي في المدن العربية كانت تحمل أيضا اسم الهامبرا، لكنني لم أدرك أن هذا الاسم هو النطق الأوروبي للكلمة العربية التي سمي بها القصر العربي الشهير بالأندلس الحمراء. وفي المرة الأولى
التي زرت فيها قصر الحمراء بإسبانيا المعاصرة كان معي العلامة الدكتور محمود علي مكي أطال الله عمره، الذي قعد عند البوابة الخارجية وقال لي إنه سينتظرني هناك لأنه زار القصر عشرات المرات ويحفظ أنحاءه شبرا شبرا. استغربت كلامه، لكنني بعد الزيارة التي استغرقت ساعات عرفت كم تكون الجولة مجهدة وممتعة، وفي هذه المنطقة الفسيحة التي تضم مع القصر العربي الإسلامي آثارا أخرى ومباني قوطية مسيحية، ولكن شتان ما بين أناقة الأولى ورصانتها الزخرفية وضخامة الأخرى وقبح طرازها المعماري. وقد ظننت يومها أن قصر الحمراء أو الهامبرا هو أجمل ما تم بناؤه بأيدي العرب والمسلمين في هذه الأرض الأوروبية، ثم ظهر لي أن هذا القصر البديع الزاخر بالزخارف وبتصميمات هندسة مضاعفة المنظر عبر انعكاس المباني على صفحة الماء بالأحواض الساحرة ومحض واحد من البضائع الأندلسية الكثيرة في ميدان البناء، وأن المباني الأخرى العربية الإسلامية لا تقل عنه رونقا وبهاء، سواء هذه الباقية منها إلى اليوم أو تلك التي اندثرت وحدثنا عنها المؤرخون. وقد سارت خطى الحضارة والعمارة والإبداع في الأندلس متوازية مع دقات طبول الحرب، ولكن بمعدل عكسي، فكلما كانت الممالك تستقر وتهدأ كانت آيات الإبداع تتواتر وتزداد، والدليل على ذلك ما نراه في مسجد قرطبة الذي بدأ بناءه مؤسس الدولة الأموية هناك عبد الرحمن الداخل المعروف بصقر قريش السفاح الثاني، فجعله على 7 أبهاء، ثم زاد بهوين آخرين حفيده الحكم ابن هشام الذي قتل ما لا حصر له من مسيحيين ومسلمين، ثم زاد عبد الرحمن ابن الحكم الذي بنى جامعة وسور إشبيلية بهوين آخرين، ثم زاد المنصور ابن أبي عامر 8 أبهاء، فصار مسجد قرطبة مع هذه الاتساعات آية من آيات الفن الإسلامي الخالدة. ولم تقتصر عمائر الإسلام في الأندلس على المساجد البديعة التي لا تزال أثارها الباقية تشهد بجلال القرون الخالية، وإنما ملأ المسلمون أرجاء الأندلس ببدائع العمائر من القصور والقناطر وأسوار المدن والنافورات، كما بنوا مدنا كاملة 44 مدينة، ولا يزال بعضها قائما إلى اليوم وبعضها الآخر قد اندثر. فكان ممن دثر من مدن الإسلام هناك مدينة الزهراء التي بناها الناصر عبد الرحمن ابن محمد في 12 سنة ب1000 بناء، أي مهندس في اليوم، مع كل بناء 12 عاملا، وساق إليها أنهارا ونقب لها الجبل. يقول المؤرخ شمس الدين الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن مدينة الناصر البائدة هذه: كانت مدورة وعدة أبراجها 300 برج وشرفاتها من حجر واحد، وقسمها أثلاثا، فالثلث المسند إلى الجبل قصوره أي محل سكناه، والثلث الثاني دور المماليك والخدم، وكانوا 12 ألفا بمناطق الذهب يركبون لركوبه أي يخرجون في موكبه، والثلث الثالث بساتين تحت القصور، وعمل مجلسا مشرفا على البساتين، صفح عمده بالذهب ورصعه بالياقوت والزمرد واللؤلؤ، وفرشه بمنقوش الرخام، ووضع قدامه بحيرة مستديرة ملأها زئبقا، فكان النور ينعكس منها إلى المجلس. وهو تطبيق آخر لتقنية المضاعفة الهندسية للمكان بانعكاس صورته على أحواض الماء أو الزئبق. وفيما يخص العلوم والمعارف، اعتنى المسلمون في الأندلس بالعلماء حتى برع منهم كثيرون في كل المجالات المعرفية، وأسسوا المدارس وأوقفوا عليها الأوقاف، ومن ثم امتلأت الأندلس بالمخطوطات العربية من كل فن ومن كل علم وأدب، حتى إن مكتبات قرطبة وحدها بلغت 70 مكتبة عدا خزائن الكتب الخاصة ومكتبات المساجد. ومن هنا
لا يمكن التأريخ لجوانب الحضارة العربية الإسلامية في الفترة الممتدة من القرن الثالث إلى العاشر الهجري دون الوقوف عند إسهامات الأندلسيين في هذه الجوانب كافة. ففي تاريخ الفلسفة الإسلامية تقابلنا في الأندلس أسماء شوامخ مثل ابن باجة، ابن طفيل، ابن رشد. وفي تاريخ العلم العربي لابد من التلبث طويلاً عند علماء أندلسيين من أمثال ابن زهر، ابن البيطار، موسى ابن ميمون. وضمن تاريخ التصوف الإسلامي تلمع في سماء الأندلس أسماء صوفية عاشوا بنواحي الأندلس أو وفدوا منها، منهم ابن قصي، ابن سبعين، ابن عربي. ونظرا لضخامة هذا التراث الأندلسي تزخر المكتبة العربية بموسوعات تؤرخ لعلماء الأندلس والمغرب وفقا لأزمنتهم أو نوع مشاركتهم في صياغة العقلية العربية الإسلامية على مر القرون، منها الكتب التاريخية المطولة التالية: قضاة قرطبة وعلماء إفريقيا للقيرواني، وهو أبي عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني المتوفى 361 هجرية، تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفردي وهو أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي المتوفى 403 هجرية، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحمدي وهو أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله المتوفى 488 هجرية، المغرب في أخبار المغرب لعبد الملك بن سعيد المتوفى سنة 562 هجرية، كتاب الصلة لابن بشكوال وهو أبي القاسم خلف ابن عبد الملك بن مسعود المتوفى 578 هجرية، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي وهو أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة المتوفى 599 هجرية، التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار وهو أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المتوفى سنة 658 هجرية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب للمقري وهو أحمد ابن محمد التلمساني المتوفى سنة 1041 هجرية. ولم تقتصر الإسهامات العلمية الأندلسية على السجل الحافل لعلمائهم المذكورين في المصادر السابقة، ذلك أن علماء أندلسيين في الفروع كافة انتقلوا من الأندلس إلى مصر والشام وصاروا يحسبون على علماء المشرق للمغرب والأندلس، ومن ثم فقد خلت هذه المصادر الأندلسية من تراجمهم. ومع امتداد العطاء العلمي الأندلسي قرونا طوالا ومع الموقع الجغرافي الخاص الواصل الفاصل للأندلس، كانت للأفق الأندلسي تجليات مزدوجة سطعت خلالها الأنوار الحضارية في سماء الحضارتين العربية الإسلامية والأوروبية على السواء. ولا يمكن الحديث بإسهاب عن الأثر الأندلسي المزدوج، فهو من الاتساع والتعدد بحيث لا يمكننا إلا الإلماح إليه بهذه الإلماحات الموجزة. ولنبدأ بالأثر الأندلسي في الثقافة والحضارة العربية الإسلامية. ذكرنا قبل قليل أن علماء أندلسيين وفدوا من الأندلس إلى قلب العالم الإسلامي وصار لهم أعمق الأثر، فكان منهم على سبيل المثال الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي المتوفى سنة 638 هجرية أي 1240 ميلادية، الذي استكمل تعليمه وبدأ حياته الروحية بالأندلس والتقى هناك بابن رشد، ثم تجلت أعماله الصوفية في مصر والشام والحجاز، وهي الأعمال التي جعلت منه بحق شيخ الصوفي الأكبر وأكبر مؤلف صوفي في تاريخ الإسلام وأشهر صوفية الإسلام على الإطلاق. وعلى منوال ابن عربي
جاء من الأندلس الفيلسوف الصوفي العظيم محمد بن عبد الحق الملقب بابن السبعين المتوفى 669 هجرية أي 1270 ميلادية، وهو صاحب المعالجة الفلسفية العميقة لقضايا الفكر الصوفي ذي النزعة الإنسانية عالية المستوى، وصاحب الرسالة البديعة المعروفة بعنوان الكلام على المسائل الصقلية، وهي التي أجاب فيها عن الأسئلة الفلسفية التي أرسلها فريدريك الثاني إمبراطور صقلية لعلماء المسلمين في المشرق والمغرب، وسخر فيها ابن سبعين من الإمبراطور وأسئلته الفلسفية التقليدية البائسة قبل أن يرد عليها. ولو كان المقام يسمح هنا لذكرت القصة الطريفة لهذه المسائل أو الأسئلة والأسلوب البديع الذي رد به ابن السبعين عليها. وعلى المنوال السابق وفد من المغرب والأندلس إلى مصر مؤسس الطريقة الشاذلية الشيخ أبو الحسن الشاذلي الذي انتسب إلى شاذولة مع أنه ليس منها، وأبو العباس المرسي نسبة إلى مرسية الأندلسية، فصارت طريقتهم بعد سنوات واحدة من أوسع الطرق الصوفية انتشارا بمصر والعالم الإسلامي. ولا يزال الناس في صعيد مصر إلى اليوم يعتقدون أن الولي الراسخ في العلم يكون في العادة مغربيا. وفي ميدان الفلسفة والطب يحتل موسى ابن ميمون مكانة خاصة، وكان قد وفد إلى مصر من الأندلس وترقى في المكانة العلمية والمهارة الطبية حتى صار طبيبا خاصا لصلاح الدين الأيوبي، وهو الذي ترك المؤلفات الشهيرة في الطب وفي الفلسفة الدينية اليهودية حتى صار اليهود يلقبونه موسى الثاني. وابن البيطار المالقي الذي يعد أشهر عشاب أي صيدلاني في تاريخ الإسلام، وكان قد وفد هو الآخر من الأندلس إلى مصر والشام، وأقام هناك زمنا تعددت فيه إسهاماته العلمية في مجال الصيدلة، مثل كتابه الأشهر المغني في الأدوية المفردة، الذي ظل المرجع الصيدلاني الأول لزمن طويل وترجم إلى اللغات الأوروبية منذ زمن مبكر. ومن علماء الأندلس من وصلت أعمالهم إلى أرجاء العالم الإسلامي وهم مكوث في الأندلس، فأثرت أعمالهم في مسار العلم أثرا كبيرا، منهم الجراح الأشهر أبو القاسم الزهراوي الذي يعد كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف أهم مصدر جراحي في القرون الممتدة من الأول حتى السابع الهجري أي القرن السابع إلى الثالث عشر الميلادي، ومنهم المؤرخ الشهير ابن جلجل صاحب كتاب طبقات الأطباء الذي يعد أهم المصادر التاريخية لترجمات نوابغ الأندلس في الطب والصيدلة، ومنهم الفقيه الشهير صاحب المذهب الظاهري في الفقه ابن حزم الذي كتب في الفقه وعلوم الدين كتبا كثيرة، وكتب في الحب توق الحمامة في الألفة والألاف. وبالإضافة إلى إسهامات العلماء كان للأفق الأندلسي تجليات في سماء الأدب العربي الذي حفل بنوع أدبي خاص هو إبداع أندلسي خالص الموشحات، كما ابتكر شعراء الأندلس بحورا عروضية غير تلك البحور الستة عشر المعروفة في الشعر العربي، منها بحر السلسلة الذي أبدع الأندلسيون على قاعدته أشعارا وموشحات كثيرة. وفي الشعر العربي التقليدي هناك إبداعات أندلسية لا يمكن لدارس الأدب العربي أن يمر عليها مرور الكرام، إذ لابد لمن يدرس الأدب العربي من الوقوف طويلا أمام ابن زيدون صاحب القصيدة النونية وابن عبدون الإشبيلي صاحب قصيدة الدهر يفجع بعد العين بالأثر، وابن فرح الإشبيلي صاحب القصيدة الشهيرة في أصول الحديث. وبالطبع فما هذه إلا إلمحات إلى النقوش الأندلسية في نسيج الحضارة العربية الإسلامية، وعلاوة على ذلك تأتي مع الآثار الأندلسية
الإسهامات المهمة في تطوير الحضارة الأوروبية، وهذه بعض الإلمحات إلى تلك الإسهامات. كانت الأندلس واحدة من أهم المعابر التي انتقل منها العلم العربي الإسلامي إلى أوروبا في فجر النهضة الحديثة أي الرينيسانس. ففي مدن الأندلس وعلى يد جماعة من التراجمة اليهود خصوصاً تمت ترجمة المتون العربية إلى اللغة اللاتينية لتكون في مطلع الرينيسانس أهم المراجع العلمية في الجامعات الأوروبية. وعلى ذكر التراجم اليهود، تجدر الإشارة إلى أن المسلمين في الأندلس كانوا قد خلصوا اليهود من العنت الذي تعرضوا له على يد القوط، بل واستعان بهم المسلمون في إدارة المدن الكبرى حتى صار بعض اليهود مثل حسداي بن شبروط وزيراً. ونبغ من يهود الأندلس كثيرون من أمثال يوسف بن حسداي بن جبيرول موسى بن ميمون صاحب دلالة الحائرين. ومثلما قام اليهود الأندلسيون بترجمة التراث العربي إلى اللغة اللاتينية، واشتهر منهم جماعة مترجمين مثل يوسف قمحي وإبراهام بن حسداي ويهوذا الحريري، قام المسيحيون بترجمة عدد وافر من النصوص العربية التي ما لبثت أن انسربت إلى اللغات الأوروبية المختلفة. ومن الأندلس إلى أوروبا عبرت مؤلفات أرسطو محمولة على أجنحة ابن رشد، وبحسب شروحاته على كتب أرسطو التي كان الأصل اليوناني لها قد فقد منذ زمن طويل ولم تعد بأيدي الناس إلا الترجمة العربية لها. وقد أثر ابن رشد أثرا بارزا في الفكر الأوروبي من خلال تلاميذه اللاتين الذين تبنوا أفكاره ونشروها واضطهدوا بسببها من أوروبا كلها. ومن العجيب أن الفيلسوف العربي ابن رشد المتوفى 595 هجرية أي 1199 ميلادية قد أثرت أعماله في أوروبا بأكثر مما أثرت في الثقافة العربية خلال القرون التالية له، ولم تؤثر الأندلس في أوروبا علميا وفلسفيا فحسب، وإنما تردد الصدى الأندلسي في سماوات الأدب الأوروبي مع انتقال الموشحات الأندلسية من إسبانيا إلى فرنسا ثم إلى أنحاء أوروبا مع الشعراء الجوالين الذين عرفوا باسم التروبادور، كما تردد الصدى الأدبي مع احتذاء الأوروبيين لقصة حي بن يقظان التي كتبها بالعربية ابن سينا وابن طفيل والسهروردي وابن النفيس، ثم ترجمت إلى اللغات الأوروبية فظهرت ثانية في قصص أوروبية شهيرة مثل روبنسون كروزو. وعن طريق الأندلس عرف الأدب الغربي ألف ليلة وليلة التي ترجمت إلى اللغات الأوروبية عدة ترجمات وأثرت عدة تأثيرات لا تزال ممتدة إلى اليوم، مرفرفة بين جنبات أدب اللغة الإسبانية المعروف اليوم بالواقعية السحرية، حيث تتجلى ألف ليلة في نصوص معاصرة نراها في أعمال الروائيين الذين يكتبون بالإسبانية والبرتغالية من أمثال جورجي لويس بورخيس، غابرييل غارثيا ماركيز وأمادو. وشيئا فشيئا صارت الأندلس معينا ينهل منه الأوروبيون العلم العربي، مع اهتمام هناك بإنشاء مراكز علمية متخصصة، منها ما كان في طليطلة أو توليدو حيث أنشأ ريموندو الأول رئيس الأساقفة سنة 1130 ميلادية أو 524 هجرية قسما خاصا للمترجمين من العربية، فترجمت أعمال كبرى مثل مؤلفات أرسطو بشروح الكندي والفارابي وابن سينا، ومؤلفات أبوقراط وإقليدس وبطليموس وغالينوس بشروحها العربية التي لا تكاد تقع تحت الحصر. وبعد حين من الدهر آذنت شمس الأندلس بالمغيب، فبدأ الغروب الأندلسي مع عصور ملوك الطوائف الذين حكموا بقاع الدولة الإسلامية هناك،
واقتتلوا فيما بينهم طمعاً في وراثة الدولة الأموية المتشظية. وقد شجر نزاعهم الشجار في أول الأمر، حتى كاد يذهب بريحهم وريح المسلمين في الأندلس، لولا أن عبر إليهم سلطان المرابطين يوسف ابن تاشفين من ساحل المغرب سنة 479 هجرية 1086 ميلادية، وأحيا الوجود الإسلامي من جديد، وأقام دولته التي ورثها بعد ضعف المرابطين ملوك الموحدين الذين تغلبوا على المرابطين في عدة مواقع عسكرية بمدن الساحل الإفريقي من سنة 1152 إلى سنة 1160 ميلادية. ثم عبروا إلى الأندلس وورثوا دولة الإسلام هناك بعد انتصارهم على ألفونسو الثامن في موقعة الأرك سنة 591 هجرية 1195 ميلادية. وبعدما توالت دول الإسلام على حكم بقاع الأندلس، أفلت شمس العرب المسلمين من هناك، وضعف الحكام وتفرقت بهم السبل. وما أن تزوج الملك فرديناندو الخامس بالملكة إيزابيلا واتحد ضد المسلمين حتى أخرجوا العرب من الأندلس، وكان خروج الإسلام من هناك خاتمة قرون حافلة بوقائع الزمان وجدلية النصر والهزيمة. ففي سنة 1492 ميلادية سقطت غرناطة، آخر معقل للمسلمين في يد فرناندو ملك قشتالة، بعدما تخلف المماليك في مصر والعثمانيون في البلقان والحفصيون في تونس عن إغاثة غرناطة، وخرج آخر الحكام المسلمين أبو عبد الله الصغير من آخر مدينة مسلمة في الأندلس غرناطة سنة 897 هجرية 1492 ميلادية. وعند صخرة مشرفة على أرجاء غرناطة بكى طويلا ثم مضى، بعدما تنهد تلك التنهيدة الحرة التي عرفت في التاريخ باسم زفرة العربي الأخيرة.